بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معالي السيدة نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة معالي الدكتور علي أبو زهري رئيس المؤتمر العام للإيسسكو سعادة الدكتور أبو بكر دكوري رئيس المجلس التنفيذي للإيسسكو سعادة السيدة للا مليكة إيسوفو السيدة الأولى في جمهورية النيجر أصحاب المعالي والسعادة الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد بمخاطبتكم في هذا المجلس الموقر الذي تنطلق اليوم على بركة الله أعمال دورته الأربعين، مفوضاً من المؤتمر العام الاستثنائي الثالث لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المقترحات والتعديلات التي سأعرضها عليكم. وأشكر لكم حضوركم ومشاركتكم كما أجدد الدول الأعضاء من خلالكم الشكر والامتنان على الثقة التي منحتني إياها بانتخابي مديرا عاما للمنظمة وباسم الإيسسكو وأعضاء المجلس التنفيذي أتشرف برفع أسماء آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة أبو ظبي وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لاماره ابو ظبي ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحه على ما حظي به المجلس واعضاؤه وضيوفه من حسن الاستقبال وكرم الضيافه. وشكر خاص وتقدير خالص لمعالي السيده نوره بنت محمد الكعبي وزيره الثقافه وتنميه المعرفه التي وعدت فاوفت واجزلت الوفاء والعطاء. والشكر موصول لفريقها المتميز، وشرف كبير ان تكون صاحبة السعادة السيدة للا مليكة ضيف شرف للمجلس في دورته الحالية. الحضور الكرام، نلتقي في هذه الدورة لنستقبل مرحلة جديدة، نتطلع جميعا ان تلبي فيها اعمالنا امالنا، وان نتحمل فيها الامانة بعزم لا يفل. بعد أن وقفنا على ما تم تحقيقه في المرحلة السابقة واستخلصنا منها الدروس والعبر. ولا بد لنا أن نمضي قدما نستشرف آفاق المستقبل ونرسم مسارات جديدة لعملنا ونجعل التجديد ونجعل التجديد والابتكار منهاجنا في مواكبة التحولات التي نلحظها والتغيرات التي نعيشها. لقد حققت الإيسسكو منذ نشأتها وبدعم من الدول الأعضاء وتأييد مجلسها التنفيذي ومؤتمرها العام مكاسب بارزة أكدت أهمية الأدوار التي أوكلت إليها لتنسيق العمل الإسلامي المشترك في مجالات اختصاصها حق علينا الإشادة بما تم تحقيقه من أجازات سابقة لكن الطريق لا يزال أمامنا طويلة بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه الدول العالم الإسلامي وتنامي وتيرتها وتعاظم انعكاساتها المباشره على مسيره التنميه وعلى الجهود المبذوله لتوطين المعرفه والتكنولوجيا والقضاء على الافات الاجتماعيه وهو ما يتطلب اتخاذ مبادرات بناءه واصلاحات عاجله وسلوك نهج مغاير لنهوج الماضي وبلورة وبلورة رؤيه جديده ترتقي الى مستوى الامال فتحقق الاهداف وتستجيب للتطلعات. الحضور الكرام نهوضاً بمطلبات حمل الأمانة في مرحلة مفصلية من تاريخ العالم الإسلامي المعاصر مثقلة بالتحديات الجسام ومحملة بالآمال العظام وإعمالاً لنهج تشاركي وتشاوري بين جميع فئات موظف المنظمة قمنا بتبني رؤية استشرافية ستنتقل بنا بمشيئة الله من الأمان المثالية إلى الإنجازات الواقعية وتبوي المنظمة مكانة ريادية لتصبح منارة إشعاع دولي في مجالات اختصاصها وتطور آليات عمل مؤكبة للطلعات الدول الأعضاء وشعوبها إلى مستقبل أفضل مع ترتيب الأولويات لمواجهة التحديات القائمة والقادمة وفي إطار هذه الرؤية الجديدة نريد أن تكون الإيسسكو منظمة حديثة مرتبطة بالأصل ومنفتحة على العصر مشعة إقليمياً ومؤثرة دولياً منظمة, تشخص النقائص وتلبي الاحتياجات وتعايش واقع الدول الأعضاء وشعوبها والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء نريدها أن ترقى إلى أعلى المستويات في كينونتها الداخلية وأنظمتها الأساس وفق مرجعية إطارية قانونية وإجراءات إدارية ومالية حديثة وأتممة شاملة لمنظومات عملها لقد توخينا منهج استقطاب جديد جذابا للكفاءات وصانعا للقيادات واخذنا على عاتقنا تعزيز الثوابت والاركان التي قام عليها عالمنا الاسلامي فكرا وثقافه وحضاره متجنبين الخوض فيما لا يدخل فيما لا يدخل في اختصاصاتنا من قضايا دعويه او سياسيه ولان الاعلام الجديد اضحى من اهم قنوات التواصل طورنا جهاز المنظمه الاعلامي من خلال بناء موقع الكتروني جديد في تصميمه ومضامينه واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي للوصول الى اكبر عدد ممكن من شعوب عالم الاسلامي كما هيئنا المجال من خلال الخطه الاستراتيجيه المعدله المعدلة 2020 2030 وخطه العمل المعدله لعامي 2020 2021 لتكون المنظمه مؤسسه استباق استراتيجي وتخطيط منهجي وبيتا حاضنا للخبره الدوليه والامتياز العالمي، تعمل على بناء المنظومات المتطوره، وصناعه العقول المتنوره، وتمكين المراه، وتوطين التكنولوجيا، وتشجيع الابداع والابتكار، ومعالجه قضايا الهجره واللجوء، وتفكيك خطاب التطرف والكراهيه والطائفيه، واعتماد السماحه منهج حياه وعنوان حضاره. ولعل هذا التوجه الاستراتيجي يجد خير تجسيد له فيما تشهده بعض دول عالمنا الإسلامي ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة من إجازات رائدة ومبادرات تتنزل في إطار ما يسمى صناعة المستقبل الحضور الكرام دعوني أتقاسم معكم هذا العرض الموجز عن عدد من المبادرات النابعة من رؤية المنظمة الاستشرافية الجديدة أولاً تعزيز دور اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وتقديم مزيد من الدعم لأمنائها وموظفيها والاستعانة بها في تحديد دقيق لاحتياجات الدول الأعضاء وفي تخطيط البرامج الأكثر استجابه لأولوياتها ثانيا مشروع تغيير الاسم من المنظمه الاسلاميه للتربيه والعلوم والثقافه الى منظمه العالم الاسلامي للتربيه والعلوم والثقافه لرفع الالتباس الشائع بشان طبيعه مهامها غير الدعويه وفتح افاق اوسع لحضورها على الصعيد الدولي. ثالثا، مشروع تعديل ميثاق الايسسكو وانظمتها وهيكلتها التنظيميه في اطار التناغم مع رؤيه الايسسكو الجديده، مع احداث اداره قانونيه تتولى ضبط اجراءات عمل المنظمه في اطار مقاربه حقوقيه ومؤسسيه. رابعا، مشروع انشاء وقف الايسسكو التنموي الذي سيساهم في تنويع مصادر التمويل ويضمن ديمومه عمل المنظمه. خامسا، مشروع المجلس الاستشاري الدولي الذي يؤمل منه أن يحقق المنظمة انفتاحاً أوسع على المحيط الدولي وقدرة أكبر على الوصول إلى أصحاب القرار سادساً إنشاء مركز الاستشراف الاستراتيجي لينهض بأدوار استباق المتغيرات الممكنة والتوليد الإبداعي للأفكار وإعداد الدراسات المواكبة لحاضر العالم الإسلامي ومستقبله سابعاً إنشاء مركز الايسسكو للغة العربية الناطقين بغيرها من أجل توطين الخبرات التربوية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتشجيع كتابة لغات الشعوب الإسلامية بالحرف العربي المنمط. ثامناً، إنشاء مركز الايسسكو للتراث الإسلامي الذي سينهض بمسؤولية التوثيق الشامل للمواقع التراثية في عالمنا الإسلامي، وبناء القدرات ذات الصلة، ويواصل ما تم تحقيقه من تسجيل ل132 موقعا على قائمه التراث للعالم الاسلامي تاسعا تنظيم ملتقى الايسيسكو الثقافي الذي صار يشكل منصه معرفيه للارتقاء بالعمل الثقافي في العالم الاسلامي وخارجه عاشرا رقمنه الوثائق والاجراءات في جميع مؤتمرات الايسيسكو تطويرا لمنهجيه العمل وانتقالا بالايسيسكو الى الى منظمه صديقه للبيئه واخيرا تحقيق انفتاح أوسع وأعمق على الشركاء الدوليين الكبار في مجالات عمل المنظمة من خلال إعادتنا فتح مكتب الإيسسكو لدى اليونسكو وتكليفه بتعزيز العلاقات علاقات الشراكة مع منظومتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما الحضور الكرام ما نقدمه لكم من تقارير تنفيذية وخطط مستقبلية ومقترحات تطويرية تم اعداده استلهاما من عناصر الرؤيه الاستشرافيه الجديده وسعيا منا الى تحقيق طموحاتنا لتصبح الايسسكو منظمه رياده وتميز ذات اثار ملموسه على الصعيدين الاقليمي والدولي تحرص بعزم على الاستجابه للطلعات شعوبنا الى تنميه مستدامه ومستقبل زاهر وعالم امن وكلنا ثقه في ان يسهم مجلسكم الموقر في دعم هذه التوجهات وإغناء مضامينها وتعتيز مقتضياتها لنبني معا الإسسك التي نريد إسسك المستقبل وعالم الغد يقول الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون شكرا لحسن صلاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته